ألف سرثة وسرثة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. من قصص الشعوب. المهم مالك بالطويلة يا أبو حسين، اتفقنا مع المهرب أخو المحلوشة، أهم شي تعرف أنه أخو محلوشة، اتفقنا معه أنه على الشخص 1700 يورو بيوصلنا على شي جزيرة من جزر اليونان، يا أما جزيرة اسمها ميتاليني يا أما جزيرة اسمها رودوس. 1500 للمهرب و200 يورو لأخو شليت الثاني صاحب المكتب. المهم ما علينا، اتفقنا على اليوم يلي بدنا نطلع فيه وحطينا المصاري بمكتب باسطنبول مثل أمانة، وشرطك المصاري ما بيوصلوا للمهرب إلا إذا وصلنا على واحدة من الجزيرتين. أولا المصاري ما بشم ريحتهم لحتى نوصل، ثانيا إذا مسكونا ورجعونا كمان ما يحلم بالمصاري، ثالثا إذا ما وصلنا لرودوس أو لميتاليني ما بنقبل. اسألني ليش؟ هذا يا سيدي لأن رودوس وميتاليني بيعطونا ورقة فورا اسمها خارطية مشان نقدر نتجول فيها. وهيك يا أبو شريك اتفقنا على الطلعة بالقارب السريع اسمه بلم، وطوله 8 متار، والرحلة مكونة من 20 شخص كلهم مثلنا سواح بالصرماية على قولتك، ومدة الرحلة 30 دقيقة. بنكون بالجزيرة وهيك أمننا المصاري بالمكتب اللي أخذ على الراس 20 ورقة تركي هي عمولته. هون في نقطة نسيت أقول لك إياها، وهي إنه المكتب بيعطي صاحب المصارات شيفرة بالحوالة، وبس يوصل على اليونان بيتصل بالمهرب وبيعطيه الشيفرة. وبغير هاي الطريقة ما بيحسن المهرب يستلم المصاري، وتوكلنا على الله ورحنا على المدينة التركية البحرية. قام بعتونا على أوتيل مشان ننزل فيه، الله لا يرويك يا أبو حسين. أبعرض خالتي حسيته معتقل وقال شو 30 ليرة باليوم غرفة مزدوجة، قال يلي عن روحهم هذا الفندق تبع المهرب الراس تبعهم. المهم وصلنا لهنيك ونمنا، فقنا الصبح ورحنا بوتشنا على موعدنا، انتظرنا الظهر مشان نتيسر. طبعا الظهر بس اكتمل النصاب تبع السواح بلشت المفاجآت. على حد علمي كنا سوريين، بس بعد شوي صار في معنا أفارقة سودانيين صوماليين، وصرنا 39 راس وبيناتنا 5 نسوان. كنا 13 سوري وواحد يمني عامل حاله سوري مشان ياخد لجوء بأوروبا، والباقي مثل ما قلت لك أفارقة من اللي بيحبون قلبك أشقاء. دقت ساعة الصفر، طلعوا 33 واحد بسيارة فان التحشوا فيها فوق بعض، وأنا ورفيقي طلعنا لحالنا. تأخرنا، بتعرف إذا ما شربت قهوة ما بحسن أتحرك. المهم أخذنا تاكسي على منطقة التقينا فيها بشخص أخذنا لعندهم، واجتمعنا هنيك قام زتونا بفان أكبر وهيك، وعينك تشوفني شلون كيفت وزهزهت على الرواية هلا متفوحة بقلب السيارة، شي بشهي على السياحة والسفر. ضلينا مخنوقين شي ساعتين بالفان لحتى وصلنا للنقطة اللي رابطين فيها القارب، وبس هالأفارقة شافوا القارب حتى صاروا ينطوا من السيارة ويزتوا حالهم بالقارب، ونحن نقول لهم بالدور يا شباب بالدور يا أشقاء. المهم شلون وسعنا نحن 39 شخص بالقارب قصدي البلم ما بعرف، واشتغل على حظنا السياحي كبس المطر وبلش الموجة على، وكيفنا من الرعبة لحتى صار اللي ما بيعرف الله يجود بهالآيات القرآنية. لا وفوق اللي منا ما بصير ندخن، قلنا يلا كلنا نص ساعة ونوصل. سألناش قد بدنا معلم لنوصل، قال ساعتين ونص بالكتير. آها يا أهلين، الله يستر ما تصير 10 ساعات. طبعا من هال 39 نفر 30 نفر كان عم يستفرغوا ويراجعوا، كل واحد استفرغ شي 50 مرة، وهذا اللي دأخ وهذا اللي حط راسه ونام، والساعتين ونص مرقوا ولسه الجزيرة بعيدة، والموج صار شي 4 أمتار بس على الخفيف، في اثنين يطولك يقصرك إلا بدون يرجعوا من قد ما ارتعبوا، يطولكن يقصركن رايحين نوصل إشبكن. بالأخير لاستوعبوا، وقبل ما نوصل بكم كيلومتر شفنا لك ضو يا معلم هيجم علينا. قام غيرنا الاتجاه، وتحت شعار اللي بيحب النبي يخلي شدينا عقرب نقطة بالاتجاه الثاني البعيد عن الضو، وهيك لحتى وصلنا على الشاطئ، شاطئ ما بنوصف أبدا. قبل ما يوقف البلم بلشوا الأشقاء الأفارقة يزدوا حالهم بالبحر، صرنا نقول لهم لك انتظروا يا شباب استنوا شوي لك وصلنا. ما في ما مصدقين إنه وصلنا، وبلشوا يسبحوا للشط. نحن انتظرنا لحتى وصلنا ونزلنا والحمد لله على السلامة. اسألني ايش قد الساعة يا معلم؟ 2:30 بالليل. شفنا جبل بوتشنا قام طلعنا عليه، وبس صرنا فوق الجبل تفرقنا كل واحد اختفى بشقفة. صفينا انا ورفيقي وعائلة سورية اب وابنه وبنته واربع اشخاص من السودان الشقيق الشمالي. فتلنا شوي وقررنا نبروك لحتى يصير الصبح، وشغلنا هالحطبات يا معلم. أنا ما تركت ولا شجرة تعتب علي، مقهور أصلا ما حصل لي الشرف وقطعت شجر بسوريا. قام هون طالعت الفرق، لكن نسيت أقولك كمان أنه نص العالم ضيعت غراضة ما بتعرف شلون. المهم ضلينا بيركين عم نشعل النار وندفى لحتى طلع الضوء. قام نزلنا وصرنا جنب البحر، شفنا طريق صرنا نمشي فيه شي ساعة. هلأ كنا نشوف تكاسي نأشر له بس ما حدا طالعنا،
قام بعدين فهمنا انه ممنوع يطالعوا النفرات امسالنا والا بياكلوا غرامه. طلبنا من شوفيريه التكاسي اللي ما بدهم يطالعونا انه يدقوا للبوليس مشان يجوا يقبضوا علينا، ومع ذلك ما اجى حدا يقبض علينا، ما حدا قبضنا. ضلينا عم نمشي شي ساعة تانية لحتى لقينا مطعم، قام قعدنا نفطر فيه أنا ورفيقي والعائلة السورية. السودانيين الأشقاء الشماليين ما رضيوا يفوتوا على المطعم، قلنا له لصاحب المطعم يدبرنا تاكسي، قام راح ورجع وقال إنه ما حدا بيحسن ياخدنا بالتاكسي، ممنوع، بس اتصل بالشرطة وقال هلأ بيجوا بياخدوكن. ونحن عم نفطر يا معلم إجا البوليس، واحد منهم طلع فينا وقال عم تفطروا كمان. قلت له ليش في مشكلة؟ قام زورني ابن الحرام هديك الزورة وشحطونا على السيارة وأتاري لك جايبينه واحد واحد لجماعتنا، حطونا بأكتر من سيارة وشدوا فينا، وطول الطريق كانوا نازلين فينا مسبات على شات أب وفاك يو بتعرف هاي يعني تبا لك. وأخذونا لناح الميناء، قام صار لوننا أصفر كلنا، أن أكلنا هوا وبدون يرجعونا على تركيا مدري على طرطوس يا معلم. وبس شافونا الشرطة هيك صفرينا واخضرينا، قام صار يضحك وكملوا طريقهم باتجاه الكامب. طلعوا الشباب عم يمزحوا معنا، مهضومين عم يعملوا فينا كاميرا خفية. وهلأ عم بكتب لك من الكامب، صلنا يومين هون، بكرة بيفرجوا عنا وبيبعتونا على أسينا، ومن أسينا بنقينا شي دولة محترمة نصير فيها مواطنين محترمين. المهم برأيك بعد كل هالبهدلة والتعتير أعطي شيفرة للمهرب أخو المحلوشة مشان يقبض المصاري ولا ما أعطيه؟ ذلك هو السؤال. هكذا حدثنا في دمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.